يفخر في ذكره طري حاز جلباب المراجل واعتلى مقدار المدرع لا نصيت حاجتك مقضية ما يفكر في الزمن لو يندفع بخطار والله انهكرم رجال الكورة الارضية اخطل الارهة يمينه ما تشر بسارة احتسب بك ما كبرت عليك الهية وازهمه في موقف عسرا يزور جد اللي فعله يجمل ولا بهزيه ما يخلي بينه وبين الجميل استر الوقار وهيبته السلطان والجهيه كلها بما الكبر ورياد ما جات عاره انت يا محمد مواقفك معي مسميه وانت مغدقني بجود ما تغيب انواره دامك اللي فزعتك عندي ما هب عاديه احتزم بكل ما كبرت وانا خساره احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة بين حبك الشعر والأوزان والقفية يتلذ الشاعر بتركيبة أهل فكارة الشعر لما عطانا مطلق الحرية كلمات الشاعر بغربة وهو في دارة استثرت الفكر وذر الفكر نار حية ما يركدها البطومة شاعر من دان ربعي وقفته مثنية وافتخر بليتنا مس وقفته واخباره وامدح اللي سيدته عطره وصافينية شيخ نكف فهم رجال العطا مدراره وبرايدنا افتخر في ذكره طريح حازج الباب المراجل واعتلى مقداره المدرع لا نصيت حاجتك مقضية ما يفكر في الزمن لو يندفع والله انهكرم رجال الكورة الارضية اخطل الارهة يمينه ما تشوف يساره احتزم بكل ما كبرت عليك الهية وازهمه في موقف عسرا يثور اغباره توجد اللي فعله يكمل ولا بهزية ما يخلي بينه وبين الجميل استاره الوقار هيبته السلطان والجهية كلها بما الكبر رياد ما جات عاره انت يا محمد مواقفك معي مسمية وانت مغدقني بجود ما تغيب انواره دامك اللي فزعتك عندي ما ابعدية احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة وبرايدنا افتخر في ذكره طريح حازج الباب المراجل واعتلى مقداره المدرع لا نصيت حاجتك مقضية ما يفكر في الزمن لو يندفع بخطاره والله انهكرم رجال الكورة الارضية اخطل الارهة يمينه ما تشر بساره احتزم بكل ما كبرت عليك الهية وازهمه في موقف عسرا يثور اغباره جد اللي فعله يكمل ولا بهزية ما يخلي بينه وبين الجميل استاره الوقار وهيبته السلطان والجهية كلها بما الكبر رياد ما جات عاره انت يا محمد مواقفك معي مسمية وانت مغدقني بجود ما تغيب انواره دامك اللي فزعتك عندي ما هب عادية احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة بين حبك الشعر والأوزان والقفية يتلذ الشاعر بتركيبة أهل فكارة الشعر لما عطانا مطلق الحرية كلمات الشاعر بغربة وهو في دارة استثرت الفكر وذر الفكر نار حية ما ابو رايد الله يطول في عمره الان في عمره قهوتكم عند ابن العم عبد المحسن بن فهد القويل وبعد العمر عند العم ورجل الاعمال محمد بن مسفر البوم القويل وبعدها بنتوجه لقصر الامير العارم بن مترك بن شفلوت وبعدها القصر الامير مشعل
ابن مدري كبيش فلوس، ثم بنجال عنده رئيس مركز القلعه القديم الشيخ محمد بن عاشر كبيش فلوس، ثم نرجع الى مقر احتفالنا ان شاء الله وبعد المغرب ان شاء الله بين المغرب والعشاء. والله العظيم لو طعنا الجماعه كلهم انكم ما تدفعونا الا الساعه 1 من الليل، لكن بنتعبكم شوي من غلاكم ومحبتكم، كل واحد من الجماعه يومكم تدخلون بيت ومرحبا ومسهلا. تدرون المساعيه بالخفاء الله يطول عمرك يبيض الله وجهك وجه كل من يسمع ما نجي الا من بعدك يا استاذ. اي والله ما نجي الا من بعدك كفو والله ابو باطل تسلموا. مواقفك معي مزمية وانت مغدقني بجود ما تغيب انوار دامك اللي فزعتك عندي ما ابعدية احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة احتزم بكل ما كبرت وانا خسارة اللي وانتظر واحد نرديه غبرنا ونرديه الشفاعة يلا هني في حماك من الجنة سرع الجهل يرغي مقام المعرفة في ظرف ساعة الهجوس اللي ورا صدري تبختر والتفرع كل ما حان اللزوم يقول لي سمع وطاعة خل عنك الليل يا حن الوعد قامي تصرع وانحر الليل طبخ راسه صعاطر وشجاع يا سلامي والقصيد يليق في مثل المدرع ابن عم نمدحه من باب تقدير راعي الكف الكريم وراعي الباب المشرع ابلى جم قدمه بين السحور لا ذراع عندما جوب الرجال وبين فزعه تبرع كانه مفوض على دخل التجاره والصناعه انفعل تبطش يمينه وانتهى الرجم تسرع وانقلب ما يقلط الا في الصداره والرفاع عاشم اثبن الدريك اللي من ايامه تجرع بالتساع ابو رايد محسم مليان وسلاح مدرع تاجده في الصف الاول في الجميل وفي الجماع عزوته دون الوطن بالعدل والحكمة تزرع دون واجب وابتغاء والعزم والاستطاع والمدرع روك نقوم من سلاي الهاتف الرعال عايل ما اجبن الليل الصكات لا يا جاره
الطين هلا هلا سعد مبارك سمعتك تسبق حضور عرفناك من طيبك ما عليك كرمك ها اشهد بالله فخر لنا وسلم عليك تقدير لك تقدير حق لك عقلك اقول ابو زيد جاي يسلم ابو زيد طيب طيب كيف حالك ماجور للجميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا أن يعز بلادنا ويديم علينا حكم سلمانها وسمو سيدي ولي العهد وأن يعزكم يا قحطان. سلام على أهل الفخر وأهل العز وأهل المجد وأهل التاريخ. كل يوم تسجلون صفحة خالدة من صفحاتكم البيض على مدى التاريخ. الله يبيض وجيهكم وقفاتكم مشهودة وكل يفاخر بكم لا من معارفكم ولا من أصحابكم ولا كل رجل محب لهذه القبيلة وغنى تزيد رقبته طول يوم يحضر في محافلكم ويسمع بعلومكم الطيبة. الله يبيض وجيهكم صغاركم وكباركم. أتينا على أثر دعوة من الأخ الشيخ عبد المحسن ابن ظافر القويفل من برق حطان ولا ظلمته بهذا الاسم. أشهد بالله أنه اسم على مسمى يستاهله فعله يسبق كلامه الكلمة الجزلة والفعل الجزل والعلوم الطيبة ولا هي غريبة عليه جعله يسرى من يسمع. تعنينا تقديرا لدعوتكم وابو ظافر يفعل الجميل ويستاهله والله يبيض وجهه ومن يسمع. هنا يا ابو ظافر هدية مني أنا وأخوي وولدي تقديرا لك رمز محبة وغلا وهبها منا واجد طيب وسيف وراية وبشت والله يعطيكم خير منها وحنا والله محبين ولا حضرنا إلا تقديرا لدعوتك وصلى الله على محمد. أرحب ومرحبا الله وسهلا يا أبو عوض ترحيب المطر علومك طيب والله العظيم يا بني شيخنا علومك طيب ولا بغينا منك خدمة على خشمي دائما على خشمي على خشمي والله يبيض وجهك ومرحبا وسهلا وقلتم مرحبا ارحب لو لزومه خارج السعوديه جوه الرجال بعض العرب لو هو جنب بيتك وهو ما يقوم بمواجب الرجال ما حد مجاي واللي مثلك يا ابو ظافر لا دعانا نتشرف نحن نجي معه ونرحب بضيفانه ومع لنا احنا وياه لنا فارق ذا الدنيا فاللي بنقول ان الله يزيدنا بك وباخوانك وان الله يصلح لك النيه والذريه انت يا حطاني مجمل والله اللي خلق الشمس نحن نفتخر بالطيب لو هم من القبائل الثانية فهم مني لما قد هو بن عم من مجملنا كلنا حضرنا على داعي وسلامك وسلامك ما يسمع نواف. مرحبا بشاعرنا مرحبا بالمطلق مرحبا اللي دامين ومسنا على المنابر وعلوم الطيبة والقصيد لا عندك حطان ولا خارجك حطان. مرحبا يا ابو نواف والله انك غالي وانك توجب دعوتك وني وجب دعوتك من الطيب ومزارق اللي بيننا وارحبوا راعي الكف الكريم وراعي البابا المشرع
حياك الله طال عمري، سعد مبارك الله يهديك. طال عمرك سلام. السلام عليكم، صلوا على النبي. يا سلامي عليكم يا اهل الطاله، يا رجال نقدرها ونغليها، القوي في الدعانة وانت عنالة، والمواجيب ناخذها ونعطيها. قولوا لا اله الا الله، خدمتكم المطالين افداهم. والله ما لي حق نتكلم عليهم، ولكن قدروا والله يطول اعمارهم. انتم وظائف لك ولا اخوانك ولا ربعك مكملينها وعلمكم في الاغاني وفي كل علم على ودعيتها وجينا في اليوم منبين دعوتك ومعنا لك نفعة تساعد فيما سويت لي واعتبرها منا كثير وهي باسم الربع افداهم ما لنا شيء ارسل لكم وضيف عمالكم وحبوها من نوايدكم. حسين ارحب ترحيب الوطن الله يحييكم، دعينا لكم محبة وتقدير وشرفتونا بالدعوة. الضيف غالي الشيخ محمد بن عبد العزيز الدرع ابو راي، لا هو ولا ربعه المدارعه ربعنا ولا لصحبه، جيناهم في الطائف وقاموا بالواد وهم شرفونا اليوم بالدعوه، وانتم جيتونا على تشريف دعوتهم ومرحبا ومسهلا، وقمنا بواي وقمنا بواي واسماعيل وحسين. والله ثم والله ثم والله والله ما يجي لي، والله العظيم ما يجي لي، والله اسمعني وحسين، والله والله ثم والله ثم والله اللي ما والله على الطلاق ما يجي لي، على الطلاق ما يجي لي. جيت انت على طرفك انت فجعه تبلع كانها مفوض على دخل التجاره والصناعه، انفعل تبطش يمينه وانتهى الرج ما تسرع وانقلب ما يقلط الا في الصداره والرفاع، عاشم اثبنا الدريك اللي الشكر وسبني عمل الحصان والمدارعة، الشكر وسبني عمل الحصان والمدارعة، سلامي باسم الشكر وسبني عمل الحصان والمدارعة، سلامي باسم الشكر وسبني عمل. فحضرنا إليكم يتقدم الركب صفوة الرجال من هذه الأسرة العريقة، رجال الدولة ضباط وألوية وأطباء، رحم الله من مات من آبائهم وحفظ الله الحي منهم. يتقدمنا معالي الأستاذ مرعي بن مترك وأبناء فهد وأبناء المرحوم ظافر اللواء محمد واللواء ظافر وأبناء عبد الهادي وأبناء عزيز وأبناء عبد الله وأبناء علي، حفظ الله حيهم ورحم الله ميتهم. ثم يتقدم صفوتنا في هذا الركب شيخنا وعقيد أمرنا عبد الله ابن حسن العمري، عرضنا إليكم. والحضور في ميز العرب في تكافله لا تكاليفه، ومن طيب رؤوسكم أن الكثير تعدونه غالي وأن القليل تعدونه ثمين، فحضرنا بهدية للشيخ المكرم في هذا المساء بندق المكسب شرفها في يمينك كن رب ما خلق كلالها، وقفنا بها دون حدنا، هي إرث أبينا وجدنا وما نكثنا بها وعدنا. وحضرنا بمشك يزهى منبر قحطان منبر المنابر، من كل رجال الجزيرة به تفاخر، بمشك يزهى له لأفعاله وطيب أقواله. وحضرنا بمشت من نسيبنا
بندر ابن عبد العزيز المدرع وإخوانه فهد وخالد. هذا هو حضورنا في هذا المساء العاطل العامل في المقام الفاخر. والعرب تقول: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن مر فيما قال أو فجرا، قد سرك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. واليمين بين الله الوئام ومصاحبة الكرام وتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ثم ألف ثم ألف. مرحبا والله وسهلا يا قبيلة الكرم والمحبة والتكريم والتقدير. جيتكم هذه مهي بغريبة، لبيتوا الدعوة، والدعوة لا الشيخ محمد بن عبد العزيز المدرع أبو رايد، إي والله قدموه ربعه وبني عمه، جاه ووجه. وجيتكم اليوم مكرميني ومكرمين ربعنا كحطان كله متواجدين في ذا المكان. نرحب بكم مرحبا الله وسهلا باسم شيوخنا الشغاليت، شيوخنا ومرانا فيهم حوالي 14 رجال في ذا المجلس، وانا جو الى تكبير ومحبه وتكبير الابوه ابو رايد وربعه المدارع العايد، وجيت لنا اليوم مرحبا وسهلا. والله هذا الرجال اللي تكلم انها عجزنا، والله العظيم المنبر يحطها مدى لقى المنبر المملكة كلها، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. نقول مرحبا الله مسهلا، هذا ياكم مقبولة، وابو راجع الهيسر أكرمنا بديتكم. أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا تفضلوا. ومعنا معونة بسيطة ومشاركة للحفل، حالنا كله واحد وسلامتكم جميعا. الله يهدي طول عمره أبوي مشاري ويا عبد الله. مرحبا الله ومسهلا، جيتكم هي الشرف، جيتكم انت مكرمتوني بالمجلس، ومرحبا الله ومسهلا بني عم ترفعون الراس. والله اني اقول صايم، لا بغناكم في فرح لكم موجودين، ولا بغناكم في لزوم ونعم ولكم حاضرين. ومرحبا الله ومسهلا، جيتكم هي الكرامه وهي المعونه، والله ثم والله ما يجي ريال منكم، والله جيتكم ومرحبا. ما منعك باتساع حضور احسن من مليان وسلاح مدرع تاجده في الصف الاول في الجميل وفي الجماع، عزوته دون الوطن بالعدل والحكمه تدرع دون واجبهم تفانى وبالعزم والاستطاع، والمدرع ركن يقوم من سلايل هاتف الرعال عايض ما اجبل اللي لا يعص سكات لاع، لا اعتنوا فوق المهاره اللي شكايم هاتصرح هون الخاص ما العنيد وعود وقلبه يجرون بساعة من هلاها العذرة تفرع، يفزعون ويمنعون اللي يدور للفرع، حدهم ما هو يناشود ودهم ما يتقرع، عزوة من وقعهم قد الفناة اشبع اسبع، فتوالي خلاها تخلد واسلوم انتشر، مجدكم واضح ولا يوخذ طماع، الفخر يلبس مثل ما يلبس الثوب المذرع، والرجال اهل المعرفة ما يخونون الوداع، يا محمد يا ولد عبد العزيز ابن المدرع، الثنا يزهاك من باب المحبة والقناع، جل شان الواحد اللي له نصلي ونتضرع، واحد نرجيه غفرانه ونرجيه الشفاع، يالله اني في حماه الجهالة والتسرع، الجهر يلغي مقام المعرفة في ظرف ساعة، الهجوس اللي ورا صدري تبختر والتفرع، كل ما حان اللزوم يقول لي سمع وطاع، خل عنك الليل يا حان الوعد قام يتصرع، وانحر اللي الطبخ راسه صعاطير وشجاع، يا سلامي والقصيد يلقي في مثل المدرع، ابن عم نمدحه من باب تقدير وقناع، راعي الكف الكريم وراعي الباب المشرع، ابله جم قدمه بين السحور لا ذراع، عندما جوب الرجال وبين فزعته تبرع كان
وانا ضاق صدر الكون من عقب التسع. ابو رايد محسم مليان وسلاح مدرع تاجده في الصف الاول في الجميل وفي الجماع. عزوته دون الوطن بالعدل والحكمة تدرع دون واجبهم تفانوا بالعزم والاستطاع. والمدرع ركن يقوم من سلايل هاتف الرعال عايض ما اسبن اللي لا يعد سكات لاع. Bye.
عزوته دون الوطن بالعدل والحكمة تدرع دون واجبهم تفانى وبالعزم والاستطاع والمدرع روك نقوم من سلاي الهاتف الرعال عايض مازبنا اللي لا يعص كاتلع لاعتنوا فوق المهار اللي شكايم هات صرح ون الخصم العنيد وعودوا قلبه رعاع عزوته دون الوطن بالعدل والحكمة تدرع دون واجبهم تفانى وبالعزم والاستطاع والمدرع روك نقوم من سلاي الهاتف الرعال عايض ما اسبنا اللي